بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا بحضراتكم في يوم جديد من قناتنا أرضنا على سطحنا، معكم أحمد وحشيش. أهلا بحضراتكم في يوم هنتكلم فيه عن إزاي تزرع الملوخية أو إزاي تزرع الجرجير. هو الجرجير تقريبا نفس زراعة الملوخية، أو الحبيبات بتاعته تقريبا نفس الحبيبات. بيقابلك مشكلة في زراعة الملوخية أو في زراعة الجرجير، ايه المشكلة اللي بتقابلك ديت؟ ان الحبيبات بتاعته صغيرة جدا جدا، فاللي بيبدرها بتطلع عنده الزراعة تقيلة ومسرولة. يعني ايه تقيلة مسرولة؟ يعني تلاقي عود الجرجير او الفجل او الملوخية العود رفيع خالص ومش كويس. بصوا يا جماعة، انا عشان اوريكم الدليل على المعلم الزراعة اللي عندي عاملة ازاي. بصوا يا جماعة، عود الجرجير عامل ازاي؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. اتفرجوا على ورقة العود بتاع الجرجير، سمك الورقة قد ايه. بصوا يا جماعة، الورقة عرض الورقة قد ايه. انا ما يهمنيش عدد الورق بقدر ما يهمني ان عندي الجرجير او الملوخية يطلع مثالي وحجم العود كويس. انا زارع ملوخية يا جماعة، احنا النهاردة 26/3، انا زارع الملوخية دي اهي يا جماعة عندي. لو لقيتها تقيلة بالمنظر ده كده انا ما بفرحش بالمنظر ده، وهي صغيرة ان شاء الله قبل بعد في مرحلة تانية هخف منها وازرع في الحتت دي. هو انا ينفع؟ انا بخف الملوخية وخفتها وعملت تجربة خف للملوخية وخف للشبت. الشبت اللي قدامكم ده يا جماعة كان في حتت فاضية كتير، وعملت ايه؟ خفيت من الشبت اللي جنبه اللي هو في مناطق تقيلة، وزرعت في المناطق التانية والله ونفع. وخفيت قبل كده من زرع الفاصوليا واللوبيا وشتلته، وبفضل الله برضك العملية تمت بنجاح. طيب عشان ما اطولش على حضراتكم، انت عشان تزرع الملوخية في الايام دي، طبعا احنا النهاردة في نهاية 3 هناخد ملوخية بدري شوية اهوت. الملوخية اللي ما يعرفش بذر الملوخية يا جماعة، عندنا الملوخية، انا هزرع الملوخية دي يا جماعة في البيتين دوم، البيت ده والبيت ده، وان شاء الله حضراتكم هتشوفهم في مراحل متتالية الزراعة بتاعتي هتبقى عاملة ازاي، او النمو بتاعها بعد ما يطلع ويبقى بعد المرحلة التانية دي. طبعا احنا زارعين دي بقى لحوالي 15 او 16 يوم، فهي انبتت خلاص، مجرد ما الجو هيدف شوية هتلاقي سرعة النمو بتاعتها كبيرة جدا. طيب انت محتاج ايه عشان تزرع الملوخية دي او تزرع الجرجير؟ حضراتكم عارفين بذر الجرجير طبعا بذوره صغيرة جدا. محتاج عندك حاجة انا هجيبها اوريها لك دلوقتي. عشان تزرع الحاجة دي محتاج كمية من الرمل. طبعا ده يا جماعة الذرة اللي كنا حاصدينه في فيديو سابق وحضراتكم شفتم، ده من حصاد سطحنا اهوت، ذرة اهوت من حصاد السطح، وفي طماطم كنت انا ملعها، والفول اهوت قلعناه واخدنا منه فول مدمس وبنعمله. انت محتاج ايه بس عشان ما اطولش على حضراتكم، هوري لحضراتكم انا محتاج ايه عشان ازرع الملوخية بتاعتي زراعة صحيحة وما تبقاش تقيلة في الزراعة وتطلع مسرولة وعود الملوخية يطلع مش كويس. المعاملة دي نفس المعاملة يا جماعة هتعملها للجرجير، بس عشان انا دلوقتي في مرحلة زراعة الملوخية ممكن نعمل حضراتكم عن الجرجير بعد كده برضك. فيه انا دلوقتي بصوا حضراتكم، انا جبت كمية من ايه يا جماعة؟ ده الرمل العادي بتاعه، رمل. ايه علاقة الرمل بزراعة الملوخية؟ هوري لكم دلوقتي ايه علاقة الرمل بزراعة الملوخية. بصوا يا جماعة خلاص انا كمية الرمل اللي عندي دي كفاية، تمام اهيت كفاية علبة زي دي كده جبت فيها الرمل ده، واتأكد ان مفيش حصوات او مفيش اي مواد تانية دخيلة علينا. خليكم معايا عشان نشوفه، وما ننساش نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما حتى تتم الاعمال بتاعتنا بكامل النجاح والتوفيق ان شاء الله. بصوا يا جماعة، انا هعمل ايه بالرمل ده بتاعي عشان اطلع الملوخية بتاعتي اللي انا هزرعها في الحوضات ديت تطلع ملوخية مثالية؟ نصيحة دي اخدتها من والد ليا، او حد كان من الجيران المقربين ليا، لان كنت بحس ان هو شاطر في زراعة الخضروات. لما رحت سألته كان اسمه عم السيد، فبقول له عم السيد انا عايز ازرع ملوخية او عايز ازرع جرجير وازرعها بطريقة مثالية تطلع مش تقيلة، كنت انا بدرتها طلعت تقيلة قوي. قال لي طيب بص يا احمد انا هقول لك على نصيحه مهمه. الكلام ده كان من حوالي قول دخل في 30 سنه، 28 سنه 27 سنه، لان طبعا الواحد محب للزراعه من زمان، فمش عيب ان انت تتعلم، وفوق كل ذي علم عليم. مهما وصلت لدرجه من العلم ففي فوقك اللي عارف احسن منك واكتر منك. طيب نرجع لموضوع الفيديو يا جماعه.
انا عشان ازرع الملوخيه دي في الاحواض دي وتطلع ملوخيه مثاليه، شوفوا يا جماعه ده بقدونس ما شاء الله لا قوه الا بالله، المسافات بتاعته قد ايه، شوفوا ودي كزبره ومسافته بعيده، يعني التفرقه ما بين الحبيبات مهمه جدا. المهم نرجع للفيديو بتاعنا، انا هجيب كميه الملوخيه يا جماعه ماشي اللي هتكفي لبدر هذه الاحواض. نفس المعامله لو انت تزرع جرجير يا جماعه، الجرجير تقريبا حبيباته تقريبا قد حبيبات الملوخيه دي، تمام يا جماعه. هقول لكم هنعمل ايه ان شاء الله في باستخدام الرمل ومع الملوخيه ده هنعمل ايه. انا هجيب كميه ملوخيه كافيه وما تقلقش بقى حتى لو طلعت زياده شويه، شايفين الملوخيه يا جماعه، وهحطها على الرمل ده. بصوا يا جماعه كميه الملوخيه دي مش مشكله خالص، طب هتطلع زياده شويه ما تقلقش، اهو دي كميه كافيه لزراعه الحضين. وهعمل ايه؟ وهقلب الملوخيه في الرمل اللي انا عملته يا جماعه. بصوا شوفوا حبيبات الملوخيه ظاهره عندك، بصوا يا جماعه اقرب لكم بالكاميرا شويه، هتلاقي حبيبات الملوخيه ظاهره فين؟ في الرمل، بس بنسبتها اقل طبعا من الرمل كتير. اصبح عندك خليط من الرمل بالملوخيه اهو، بصوا يا جماعه رمل بالملوخيه مش طبيخ يا جماعه، ده للزراعه، تمام. يبقى كده انا اتاكدت ان في اتخلطت الملوخيه على الرمل بشكل كويس جدا، والملوخيه يا جماعه دي خلطه الملوخيه بالرمل، هو حد يعملها طبيخ، دي خلطه الملوخيه بالرمل لزراعه الملوخيه. طبعا العمليه دي ممكن حضرتك تعملها مع الجرجير، بصوا لان تقريبا بذور الجرجير يا جماعه تقريبا في حجم بذور الملوخيه، يعني بصوا حضراتكم ده الجرجير بتاعك اهو، جرجير وده الملوخيه، تقريبا الاحجام نفس البذره تقريبا نفس الحجم. يعني حضرتك لو عايز تزرع جرجير بنفس المنطق اللي قلنا فيه تزرع حضون زي ده جرجير، هتجيب كميه الجرجير المناسبه وتخلطها على كميه مناسبه من الرمل يا جماعه قبل ما تبدر، وطبعا هيطلع بفضل الله عندك البدر بدر نموذجي فيه. بعد خلاص ما انت خلطت الموضوع بتاعك، بصوا يا جماعه انت هيبقى الموضوع بقى الزراعه بتاعته بسيطه جدا، هتشيل كميه الرمل. بصوا بصوا يا جماعه انا برمي الرمل اهو، شوفوا مفيش مشكله عندي خالص دلوقتي. طب هو هتطلع تقيله؟ لا خالص، هيطلع النسبه بتاعتها معقوله خالص مع البدر بتاعي، شوفوا كده. انا كميه هتلاحظ ان انا كميه الرمل اللي انا باخدها يا جماعه فيها كميه ملوخيه تتناسب مع الرمل تقريبا بنسب متفاوته. انت اتاكد ان كل الرمل بقى في كل السطح بتاع الحوض اهو يا جماعه، نفس الوضع اعمله مع الحوض التاني. بصوا اتاكد كل شويه ان انا بقلب الملوخيه في الرمل اهو، بصوا يا جماعه عادي خالص انت بتدور يا جماعه. والكلام ده لو انت بتزرع في ارض او في احواض زراعه كبيره بردك صالحه جدا جدا للزراعه ديت. وشوف هتلاحظوا ان انا بحط كميه الرمل مش قلقان ومش خايف، ليه؟ لان نسبه الملوخيه بالنسبه للرمل نسبه قليله جدا اهو، كل الحتت دي فيها، عندي كمان حوض. طيب انت حتى لو فرضا بدرت هذه الملوخيه وطلعت عندك البدر بعد ما انت بدرت بقى من غير رمل وطلعت عندك تقيله، لازم يا جماعه تخفها، لازم الملوخيه التقيله بتخلي الملوخيه مسروله، او الجرجير لو تقيل بيبقى مسرول ومش بيديك انتاج كويس، وعود الملوخيه بيبقى ضعيف جدا ما تعرفش تستفاد بيه في حاجه ولا انتاجه هيبقى كويس. شوفوا يا جماعه يبقى انا عندي النهارده موضوع الملوخيه بالرمل موضوع مهم جدا يا جماعه. دي على فكره دي اللي انتوا حضراتكم شايفينها الخضره دي عود قصب انا كنت زرعه، وما فيش مشكله انا احمل عليه ملوخيه وان شاء الله. بصوا حبات الملوخيه يا جماعه لو انتوا لاحظتم، بصوا حضراتكم الملوخيه اهيت، هتلاقوها مش قريبه من بعضها خالص خالص، هتلاقيها بعيده عن بعضها. لو حضراتكم شفتوا في انا هنا بالنسبه للحوض ده هتقل بس شويه الرمل عشان اتاكد ان كل الاجزاء اللي انا عملت عليها فيها تقاوي الملوخيه بتاعت اللي انا حطيتها. انا حاطط كميه يا جماعه تكفي الثلاث احواض يعني من غير ما تبقى تقيله، فبالتالي انا مش قلقان خالص من بدر الرمل حتى لو حطيته مره كمان. والرمل كمان كده كده هيبقى فيه فايده كبيره جدا، لان انت هيبقى عندك ايه
الحشاشة في التربة ويبقى الدنيا كويسة بالنسبة لك. بعد كده بتتأكد ان انت بس اهوت ده خلاص كده. شوف يا جماعة انا بعمل ايه، بخلط الرمل بتاعي، بنزل الحبيبات اللي انا عملتها في التربة. خلاص انا كده متأكد بنسبة تتعدى 99% ان جميع مكونات الحوض كلها اخدت ملوخية، وتقريبا بكميات متناسبة ومتساوية. تمام، ده الدور يا جماعة اللي انا كنت زرعه. احنا لسه النهاردة 26/3، ورغم ذلك بقى عندنا دور اهوت. بصوا يا جماعة اهوت، انا بس هرجع للحوض، انا بحرطه بصبعي لان طبعا انتوا شفتوا المكونات المثالية للتربة عندنا. ما شاء الله لا قوة الا بالله، تربة مثالية لجميع زراعة جميع الخضروات والفواكه، وبفضل الله زارعين فيها ومديانا كل النتائج. اتأكد ان انت خلاص اهو ده الاحواض دي كده انا بحرط يا جماعة. شوفوا صبعي بيعمل ازاي، ارضي وجنبي مفيش مشكلة خالص. انا خلاص الرمل عندي تغلغل بالملوخية بكميات مناسبة، مش هيبقى عمرها ما تبقى تقيلة خالص معاك. تأكد تماما ان الملوخية بتاعتك هتبقى الابعاد بتاعتها بينها وبين التانية مناسبة جدا. نفس الكلام الحوض ده طاري شوية، انا بس ايه اهو بصوا يا جماعة اهو هديله كمية مياه مناسبة دلوقتي عشان اخلط بس الملوخية اللي انا حطيتها عشان تنزل يبقى عليها حبيبات تربة تنمو بسهولة ومفيش مشكلة فيها. انت بقى كل ما تقلب ما تقلقش خالص، لان تلاحظوا ان يا جماعة ان الرمل موجود في كل حتة انا عملتها. بصوا يبقى انا عندي الحوض كله بقى فيه ملوخية. انت ما عليك الا ان انت هتجيب دلوقتي المية بتاعتك وهتروي، وانت بتروي بس يا ريت ما ترويش كده يعني تروي مباشر كده. يا ريت هقول لحضراتكم على حاجه، بس اجيب لحضراتكم رعايه وارجع لحضراتكم تاني. طيب يا جماعه لما تيجي تروي الحوض ده بعد ما انت عملت حطيت بدرت، يا ريت يا ريت ما ترويش ري مباشر على البذور عشان بس ما تتفرقش كتير. هتجيب بس حاجه زي المسطرين زي يا جماعه وتحط الميه كده. بصوا يا جماعه الميه تنزل عامله زي الشمسيه. طبعا انا بحطه لو انا مش في ايدي الموبايل هيبقى يعني ايه همسك بايد وهصب على ايد وخلاص. فانا هحطه بس يا جماعه عشان اوريكم بس دليل نزول الميه ازاي في من غير ما تبعزق البذر بتاعي كده. يعني انا مش بصب مباشر على التربه كده. بصوا يا جماعه الري بتاعي ينزل ما يبقاش على التربه يا جماعه. خدوا بالكم من الحاجات الفنيات الصغيره دي يا جماعه عشان مهمه جدا جدا. بعد كده بتروي النباتات بتاعتك دي ان شاء الله، وبتستنى تقريبا اسبوع ل 8 ايام هتلاقي ان شاء الله الملوخيه دي انبتت عندك كويس جدا. المسافات البينيه بينها وبين بعضها هتلاقيها مناسبه جدا، هتحقق نجاح في زراعتها بفضل الله. يعني خد بالك من الحاجات الصغيره دي، مهمه جدا جدا في زراعتك للملوخيه او للجرجير او بردك الفجل شويه، يمكن عشان حباته كبيره فالناس بتبقى واخده بالها شويه من البذور، انما الجرجير والملوخيه بيبقوا حراميه شويه في الزراعه، سوري في اللفظ يعني، بس بيبقوا يسرقوا الواحد في البدر. لما الواحد يجي يبدرهم بيبقوا يطلعوا منه غصب عنه تقال، فلما يطلعوا تقال مش هيطلعوا بالمنظر الجميل ده. ان شاء الله حضراتكم تستفادوا من الفيديوهات اللي بنعملها لحضراتكم. النهارده عملنا فيديو عن زراعه الملوخيه باستخدام الرمل وبخلط الرمل مع الملوخيه. اتمنى لو حضراتكم اول مره تشوفونا تشتركوا معانا في قناتنا، ولو حضراتكم متابعينا يا ريت تدعمونا باللايك الجميل عشان يوصل محتوانا لكل محب لزراعه الاسطح والخضروات الجميله على الاسطح والفاكهه. وننهي حلقتنا بشكر لحضراتكم على حسن استماعكم، واتعبناكم معانا النهارده شويه بس والله للفايده ليكم، وباجمل صوره لفاكهه الباشن فروت اللي ان شاء الله قريب هتشوفهم ثمارها. وقبل الختام بس بصوا احنا في عندنا اهو زهره اهي يا جماعه كانت على وش جيداء صغيره امبارح، كانت معايا على السطح. كنا تاني يوم في رمضان امبارح وطلعنا شفنا لقينا الزهره دي كده، دي زهره بلاك بيري. بلاك بيري التوت الاسود او نبات العليق، ودي ان شاء الله هتشوفوا ثمرتها عامه قريب. اشكر لحضراتكم مره تانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.